هايد ان ذس ماب، خاصه الاريثميا الكومبلكس زي السكار ريليتد في تي. في نفس الوقت حته الهوموجينيوس بتاعه الماب، ان احنا كل نقطه تبقى متاخده صح ليها علاقه بالنقطه اللي جنبها، ما الاقيش واحده ليت جنبها واحده. وفي نفس الوقت الاكوريت انوتيشن، وده اللي بيفرق معانا جدا في اللوكال اكتيفيشن تايم، سواء في التاكي كارديا اتريال او فنتريال. احنا انا بس عايزه افهم ان احنا التكنيك ده اللي بنستعمله عندنا غير تمسك الاسطره والفني قاعد، سواء انت في رجل بدال تحت رجلك او هو قاعد هنا، انت بتتحرك بس ده تقول بوينت ياخد بوينت ياخد، يعني لازم يبص على زرارك كده يختار البوينت اللي انت بتقول عليه دي اللي هي بوينت باي بوينت اللي هو بيتكلم عنه. ان ده تكنولوجيا ثانيه بقى، التكنولوجيا دي هي الكونفيدنس بتاعتهم اللي هي هتحط قسطره، مش هتقول له بقى بوينت، القسطره نفسها هتدخل جوه التشامبر وتبتدي تاخد هاندردز اوف بوينتس مجرد انت بتتحرك كده. ثاوزندز اوف بوينتس وانت بتتحرك كده. فشوف الوقت اللي هتختصم، شوف الاكيوريسي، لان هو الاكيوريسي اللي بيتكلم عنه ان انت ريليشن شيب من البوينت دي للبوينت دي. هما انت الفولتج الاكتيفيشن اللوكال اكتيفيشن تايم، انت بتقارن نقطه بنقطه نقطه بنقطه، فانت لما تاخد النقط دي كلها في نفس الوقت يبقى انت بتصل الى درجه كبيره من دقه التسجيل في الوقت نفسه في تلك اللحظه من الزمن. في نفس الوقت برضه اضيف للدكتوره ميرفا دقه المعلومات، ان انا عندي حاجه اسمها تشو بروكسيميتي انديكيتور، ده بيبين اذا كانت القسطره تاتشنج للاندو كارديال تشو ولا لا. زي ما قلنا احنا عندنا فور مسجز للكونفيدنس موديول، اللي هو الكونتينوس مابينج، طول ما القسطره بتتحرك فهي بتاخد اكوارينج برضه اكوردنج لكرايتيريا معينه بنثبتها، مش كل شويه بتاخد نقطه. تاني حاجه التشو بروكسيميتي انديكيتور، ده اللي بيبين اذا كان التيب او الالكترود تاتشنج الاندو تشو ولا لا. تالت حاجه الويف فرونت انوتيشن، وده الجريد بيعمل سيلف انوتيشن للبوينت، فده بيمنع الغلط ان هو يحصل ان انا باخد حاجه ايرلي ريفرنس بتاعك بالظبط. هو الريفرنس هو ليه الجريدم هنتكلم عنه بالتفصيل. وطبعا رابع حاجه وهي الكونسيستنسي بتاعت الكونسيستنسي بتاعت الماب، يعني انت مش محتاج كل شويه ترجع بقى للنقطه اللي خدتها دي قبل ولا بعد، هو بيحل لك. وبرده حضرتك عندك الاوبشن ان انت ممكن مانيوال ترجع مانوال في بوينتس معينه لو انت شاكك فيها بتبقى باينه. اه طبعا اللي هي البنت راي واللاسر انت ايه لا ايكو. الايكو ده حاجه جديده احنا بنستخدمها، حاجه زي دونجل بيخلي حضرتك تستخدمي القسطره فام اكتر من 10 مره، فاذا الكوست بتاعتها بتقل. يعني ايفن لو هي سعرها مثلا هنقول 60,000، لو قسمتيها على 10 حلقات هتبقى في الحاله اللي هتظهر يا تبقى مابينج بس ولا مابينج ولا لا هي مابينج بس هي كلها مابينج. 60,000 بس ما ايكو ان هي متجدده. حضرتك زي مثلا عارفه اللاسونات بنستخدمها مره واحده دلوقتي، اللاسونات والبنتري والدي كمان بقت بنقدر نستخدمها كذا مره. طبعا احنا انا بدي مثال، لا انا بدي مثال، مش هتبقى كده بس انا بدي مثال. طبعا احنا علشان نشتغل في الكونتينوس مابينج احنا بنوصل القسطره على دي تي بول ايه بس، عشان كده بتستخدم معايا قسطرتين يا اما لاسونات ايكو او بنتري ناب. التشو بروكسيميتي انديكيتور وهو دي البنتري دي يعني 5 وكل فرع فيه 4 يبقى تعمل لك 20 قناه في نفس الوقت. بالظبط. وفي نفس الوقت هي اريجيتد، بيبقى فيها اريجيشن شانل عشان يمنع اي بلاد كلوتنج او اي حاجه تمنع التسكين. الهدف من الحركه بتاعتها دي سهله جدا وفيري سيف، لدرجه ان احنا دلوقتي ابتدينا تريبليس اللاسو في المابنج بتاع الليفت اتريوم. هي سيف ان هي تدخل الفور تشامبرز، هي بتدخل فور تشامبرز. لا اتس فيري سو يعني فيري فيري سو بتفكس ازاي على الكيرفات كده تبقى ماشيه وهي داخله اصلا. حضرتك ليها انسرشن تول في الاول عشان تدخل جوه الشيت، خلاص ان هي تدخل الشامبر خلاص بتتفتح وحضرتك بتسحبها بتطلع تاني فيري سو. والارمز بتاعتها دي فيري سوفت. التشو بروكسيميتي انديكيتور زي ما حضراتكم شايفين خلي النفس سريعه جدا. هنا الفريم الوايت فريم ده معناه ان في في كونتاكت ما بين الالكترود والتيشو، بتدي الاشاره دي بتدي الوايت الوايت فريم دوت. طيب لو ما فيش بروكسيميتي خلاص ما بيكونش في اي فريم محطوط عليه. طيب ثالث حاجه لو هي انون، بمعنى ايه انون؟ بيبقى لونها بني، ان الالكترود بيقول انا مش لامس تيشو، ممكن يكون لامس كاثيتر، ممكن يكون لامس الشافت بتاع كاثيتر ثانيه، فبتبقى انون. طب الاخضر معناه
لا لا الابيض الابيض ده معناه ان انا في كونتاكت ما بين الالكترود وما بين التشو. البني سوري لو ما فيش اي وايت فريم الاخضر ده لون الالكترود الديستال والبروكسيمال لازم يبقى شايفه في وايت فريم عادي تمام. لو ما فيش عليه وايت فريم يبقى ما فيش اي كونتاكت. لو البيضة. لكن لو في بني وايت فريم على الالكترود معناها هي انون هو لامس اي حاجه غير التشو. ده فيديو بيبين الالجوريثم اللي احنا شغالين بيه. تشو بروكسيميتي انديكيتور طيب هو بيبين لا خلاص احنا عايزين نسمي. طيب هو هنا بيتكلم على ازاي الالجوريثم ده بيشتغل. فاذا كان انا عندي الكترود مثلا في حاله زي AF تمام انا فاتح Tissue proximity technology works by measuring the impedance of an electrode. Impedance measured on the electrode changes depending on the distance from tissue. The electrode's impedance is lower in the blood pool. لا يا فندم احنا بندخل عنصر ثالث في الجوريزم لكن مش مستخدمين التكنيك خالص بتاع الميزان. يعني انا استيل عندي الماب ماشيه الكتريك بستخدم الالكتريك وبستخدم الماجنتيك ما دخلتش امبيدنس خالص. انا هنا فور ميجرمنت ده ميك سنس ان انا لو عايز اقيس حاجه جوه الجسم فلازم يبقى فيها امبيدنس. ما تقريبا دي الطريقه اللي بيقيس بيها هو الكونتاكت بتاعه قد ايه بالامبيدنس طبعا will be updated when a lower impedance value is measured for a specific location. Each electrode creates a separate base impedance map. استخدم الامبيدنس في بس في التيشو بروكسيميتي عايز بس يا قريبه ولا بعيده بس في الالجوريثم جوه سوفت وير لكن الماب بتاعتي زي ما انا بالظبط. زي ما بقول لحضرتك احنا بنستخدم هنا اسطرتين البنتراي ناب ايكو واللاسو ناب ايكو. ده فيديو بيبين التي بي اي. حضرتك لو شايفه لحد اللحظه دي احنا كله بني ده براون فريم ده كله لسه بيعمل تريننج. وقت الثنين زي كده بعمل الاكيوريسي في الوقت ده بيبقى الجهاز مش قادر يقيس التي بي اي لحد ما بخلص التريننج بتاعي بالظبط. بعد كده يبتدي يرسم ويبتدي هنشوف الفريمز هتبقى ابيض. طبعا حضراتكم شايفين السرعه هي ابتدت تبقى في وايت فريم بقى في كونتاكت. ايوه طبعا شايفين السرعه وهو بيعمل الفرق. انت السرعه ايه؟ لا سرعة الأكواريوم حضرتك دلوقتي بتاخد من 20 الكترود بدل ما بتاخد من 4 الكترود. ايدي لوبريتور يعني؟ ايدي لوبريتور ما حضرتك ممكن تستخدم القسطرة زي مثلا سمارت تاتش أو القسطرة النافي ستار اللي عليها. هتقعد فيها هتقعد وقت قد إيه؟ وإيد برضه هي كويسة بس حضرتك ما عندكش التولز اللي بتجيبها بسرعة. هي تختصر وقت الماب قوي. وبتكتر عدد البوينتس في التنس ماب. أنا وصلت إن أنا أقدر آخد 6000 ماب 6000 نقطة في الماب. في الفان مش محتاج فيها بيدا. هل ياخد البوينتس حتى اللي فيها الجود كونتاكت ياخدها؟ في الفام؟ لا ما بياخدهاش لانه لان طبعا لازم ياخد الجود كونتاكت. بالظبط لان مع الفيديو برضه الدكتور هنشوف ان انا في الفلتر لازم اكون مشغل الاكيوريسم. الاكيوريسم برضه معايا عشان يتاكد ان هو بياخد الفام في اخر الاكسبيريشن. هو الفكره كلها ان هو عايز يمتين الكواليتي في كل حاجه. مش معنى انا حطيت تول جديده ان انا رميت التولز القديمه بالعكس انا دخلتها معاك يدخل دي بالظبط. ده الانون تيشو بروكسيميتي احنا اتكلمنا عليها مش عايز اقف عندها كتير. هي البرام هو امتى تبقى موجوده في وقت التريننج لو انا لسه بشغل التي بي اي في الاول او لو القسطره بتتحرك بره الماتريكس يعني لو لسه ما رسمت لسه ما اتحركتش في الماجنتيك فيلد بتاعي كله. ديورنج ابليشن التي بي اي بيبقى مش شغال وديورنج البيسك بيبقى طبعا الدنيا مش شغاله. ده النقطة الأخيرة لو هو لامس الكترود بتاع قسطرة تانية زي الابليشن أو الشافت بتاع الابليشن بيبقى أنر. عندنا هنا التي بي أي أقدر زي ما احنا قلنا احنا عندنا 20 الكترود موجودين في الـ في الـ في الـ في البنتراي. فمش لازم حضرتك عايز التيشو بروكسيميتي تبقى على 20 ممكن حضرتك تختار يا إما تبقى على الديستال الكترود أو البروكسيمال الكترود.
على الكارت هنا بيبين البوينت لما اخذها اذا كانت البروكسيميتي انديكيتد ولا لا. يعني في الاثنين هنا في بروكسيميتي انديكيتد، هنا unknown وهنا not indicated. معنى كده ان النقطه دي ان الالكترودز اللي كان فيها الكونتاكت مع التشو هي نقط بس اللي متعلم عليها، غير كده لا. ده حضرتك تهزف بعد ما بتخلصها حضرتك بتشوفها هنا بتحددها بين الاكسكلود. فاذا انا ما باخدش نقط فيرتشوال خالص. الجزء اللي حضرتك بتشي دي ده مانيوال اتس اوبشنال، حضرتك ممكن تخليها هي مش هتاثر على الماب في حاجه دي، بس عشان ليه ما بيشيلهاش هو اوتوماتيك بقى؟ دي ما يشيلهاش اوتوماتيك بالظبط، دي ما يشيلهاش. انت قلت لو لا انا بتكلم في حاجه، حضرتك بتتكلم في الفرم ما بنتكلمش في البوينت. طيب اللوكال اكتيفيشن انا هنا بتكلم اخدت نقط لوكال اكتيفيشن ما اخدتش فرم، الفرم هو اوريدي ما بياخدهاش. اللوكال اكتيفيشن هو عنده في ايتمز معينه لازم يحققها بالظبط كده. في الفلتر حواليك حوالين الصوره هيعدي كذا بروسس، لو ما عداش ببروسس واحده منهم بيلغي النقطه خالص. بالظبط دي هنا في النقطه. بص حضرتك بقى دكتور في اللوكال اكتيفيشن تايم اوتوماتيكلي ريجكت بوينتس نوت فاوندد تو بي ان كلوز بروكسيميتي تو ذا تيشو. يعني في اللوكال اكتيفيشن تايم او في الفولتج برضه بينجلكت، بس هو بتفضل موجوده. يعني هي بتفضل موجوده عند حضرتك اوبشن انك ممكن تحب تريستور، حضرتك ممكن تبقى شايفها ان هي نقطه مهمه بالنسبه لك. بس ما بيبقاش حاططها عنها، بيبقى لا لا بيبقى حاططها بس في الاكوزيشن بتاعها. بالظبط كده. هنا ده الماب سيت اب بتاع التي بي اي، نحن طبعا بنختار اذا كانت فام او بوينت باي بوينت، طبعا شغالين فام بتبقى ستيبل. تقريبا انت حولت الفام الى another map بس بفولتج ممكن كل بالظبط كده. وفي نفس الوقت يا دكتور انا عندي الاوبشن ان انا ممكن اخد فام بس من غير لوكال تايم، يعني ممكن ما اخلوش ياخد كونتينوس ماب، يعني ممكن اشغل التي بي اي على الفام بس من غير ما ياخد كونتينوس ماب. التي بي اي هي التيشو بروسيسنج دي اكتر سنج الفام بالاكيورسي دي، بس ما يعملش كوليكشن للبوينت. فاصبح ان انا عندي شيء مثلا للليفت اتريم تبني عليه خمسه سته ماكس بعد كده. طب ما هو دوت ما ده اللي كان موجود في الديبلوماسي اللي هي انك انت ممكن تاخد الفام وتبيلد بالظبط كده. ما انا بقول انا بس برد على سؤال الدكتوره من فات ان انا ان انا ممكن اعمل ريماب بعد كده، لكن انا الفكره لو انا في نفس الوقت عندي مثلا سكار ريليتد في تي بعمل لا فام وبكولكت فولتج ماب بهاي دنستي في نفس الوقت، هي دي الفكره. بتوفر وقت. طيب السيت اب ده يعني حاجه انا هباس باي بس على طول، هو ما فيهوش اي حاجه جديده غير ان انا بختار البنترينا هي دي اللي انا بستخدمها في المابنج، بستخدم الانوتيشن بتاعي والفرونت اللي انا هتكلم عليه بعد كده، ده السيلف انوتيشن تول بتاعتي. هنا الكونتينوس ماب حضرتك زي ما انت شايفه دلوقتي هو بيعمل فام وبيكولكت بوينت في نفس الوقت. تمام. النمبرز طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا في الماب ممكن اخد 6000 بوينت، وبير ستادي ممكن اخد اب تو 13000 بوينت. يعني ممكن اعمل 5 6 ماب ودن ال 13000 بوينت. فطبعا عندي ديتيلز كتيره وعندي سرعه غير عاديه. هنا دي الفلترز بتاعتي ديت انا عايز اوقف هنا. بص يا دكتور ده النقطه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، حته ان انا عندي كرايتيريا معينه لازم بقول للسيستم عشان تاخد بوينت لازم تعدي بكل الفلترز. الفلتر الاوتوماتيك يا عبد الرحمن. لا ما احنا شلنا اللابتوب ده عشان كمان. فهنا مثلا انا عندي اول حاجه سايكل لينث، ان انا بقول للجهاز لو سايكل لينث انا عايزه مثلا 90% من السايكل لينث بتاعته او من مثلا من 100 ل 150، فاول نقطه هتجيله هيشوفها هل هي بتعدي جوه سايكل لينث ولا لا. هيدخل على بعض مثلا فور اكزامبل لو هو بيتكلم عن تي بي اي، انا مثلا بقول له انا عايز ان هي تبقى قريبه بنسبه 60%، هيبص هل هي قريبه بنسبه 60%؟ هيعديها.
ده كله في لحظات اللوكال اكتيفيشن تايم بتاعها جوه هي دي اللي انا عايزها ولا لا. حضرتك لو تلاحظ اول نقطه دي اخذها من مثلا من الكترود 1 2 2 3 مثلا او 3 4 سوري جه عند ثالث واحده حققت خلاص كنسلت جه على ثالث واحده وده كله بيتعمل في لحظه ثالث واحده ما اخذهاش. فاذا من نقطه من الاكوايرنج اللي هو عمله ده ما اخذش غير نقطتين بس. فده مش محتاج ان انا بعد كده ارجع اراجع اشوف النقطه دي اشوف النقطه دي هل هي بتميت الكرايتيريا بتاعتي ولا لا. فاذا انا بقيت متاكد 100% ان كل نقطه اخذها السيستم هي دي النقطه اللي انا عايزها. لازم الكونتينيوس مابينج طبعا هو بيعمله انيبل بكل سهوله من الاكواير من الدروب ليست. بقول ان هو ياخد البوينت كونتينيوس مابينج خلاص وفي نفس الوقت الريسبيراتوري جيت لسه موجود اوبشن معايا والتيشو بروكسيميتي انديكيتور معايا. فاذا ان انا وطول ما هو شغال فاهم هو ماشي معاه كذا حاجه ان هو كونتينيوس ماب بياخد النقط اكوردنج للريسبيراتوري جيتنج اللي انا عامله من الاول وبياخده اكوردنج للتيشو بروكسيميتي انديكيشن اللي انا برده محدده من الاول. في حاجه ثانيه زي دكتور السايكل لينث الفلترنج انا بقول له عايز السايكل لينث مثلا الاستابيليتي تبقى بلس اور ماينس 5% او الرينج بتاعها الاوبشن انا اخدها استابيليتي او اخدها رينج عايزها مثلا من 100 150 ملي سكند من تاكي كارديا. فاذا انا بقيس السايكل لينث بتاعت التاكي كارديا بتاعتي زي طلعت من كده خلاص. فانا بقول له خدها مثلا من 100 مثلا من 150 لغايه 200 او من 140 لغايه على حسب انا عايز ابقى قد ايه. في نفس الوقت عندي الفورس لو انا شغال بسمارت تاتش يعني انا مثلا بقول له خد النقطه دي او خد الفام ده لما يكون مثلا الفورس بتاعتي 10 20% عشان اتاكد ان هو عامل كونتاكت. في نفس الوقت مش عامل دامبنج في ما بيزقش التيشو قوي تطلع في الاخر عندي الماب فيها حاجه مش مظبوطه. دونت اكواير وايل بيسنج ودي حاجه مانداتري ان هو تحصل ان هو ما ياخدش نقط وايل بيسنج. اللوكال اكتيفيشن تايم استابيليتي معناها ان انا بقول له لو انا القسطره ثابته لمده 3 ثواني او 5 ثواني فانا بعتبرها ان القسطره ثابته. خد النقطه ممكن تزيد لغايه 10 ملي سكند ودي برضو على حسب البريفرنس بتاعت الاوبريتور. اللوكال اكتيفيشن تايم استابيليتي بتاعت القسطره يعني القسطره مثلا لو هي واقفه في المكان ده 3 ثواني خد نقطه. طب لو حضرتك وقفت ثانيتين مش هياخد النقطه. ثواني ثواني ده ملي سكند سوري ملي سكند ملي سكند ملي سكند اب تو 10 ملي سكند. ايوه كده ملي سكند والا كده يبقى انا ما كسبتش حاجه. سوري انا كده ما كسبتش حاجه. الحاجه المهمه والاخيره وهي قبل الاخيره البوزيشن ستابيليتي بمعنى القسطره مثلا بتبقى ثابته حضرتك مثلا بتحركيها في خلال 2 ملي 3 ملي حضرتك بتعرف ان القسطره ثابته في خلال قد ايه؟ 2 مللي ولا 3 مللي؟ دي البريفرنس بتاعت حضرتك لحد 12 مللي. فاذا انا بقول له القسطره بتاعتي بتعتبر ثابته في نفس المكان فضلت واقف 3 مللي سكند. لا دي متر لا انا بتكلم في الاول انا بقول الاستابيليتي لوكال اكتيفيشن وبوزيشن. لو انا القسطره بتاعتي واقفه لمده 3 ثواني مللي سكند 3 مللي سكند وبتتحرك في خلال 2 مللي متر فمعنى كده اكواير بوينت. اخر حاجه وهي الدنسيتي. الدنسيتي اللي هي المسافه ما بين النقطه والنقطه اللي جنبها هتبقى مهمه بعد كده هنعرف ليه. يعني انا مثلا عايزه ياخد كل ملي كل 2 ملي كل 3 ملي نقطه عشان اعمل هاي دنسيتي ممكن انزل لحد 0.25 ملي. ده بعد كده هيهمني في ايه لما اجي اشوف الهوموجينيس بتاعه الماء لما يجي ياخد نقطه مثلا لقاها ايرلي في وسط حاجه ليه هو بيقيس النقطه ب 10 نقط حواليها. دي اول اختبار. ثاني اختبار بيشوف الاكتيفيشن تايم ماشي ازاي انا هتكلم عنها بالتفصيل هتبقى في حلقه خلاص. ده تقريبا ده كل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها. خلاص عرفنا ان احنا برده في الفان ببقى ماشي ريسبيراتوري جيتنج سيميلاتري وتشرب بروكسيميتي هي دي الفلترز بتاعتنا. ده برضو فيديو بيوضح
هو دلوقتي اكسكلوزيف على البنتريه ممكن اللسنة لازم تبقى اللسنة بس هي البنتريه دي ممكن الاستراتيجي الجديده بتاعتنا اللي احنا عايزين البنتريه دي على قد اللي هي بتنفذ ان احنا نشتغل لان هي تكنولوجي كويسه جدا فيري سيف يعني حضرتك لو اتسالت في الليفت اتريال مش خايف ان هي الاسطره تقع نزل في المايكرو في النص الجيش مظبوط واحنا كمان يعني اي مكان بياخد كونفيدنس مننا احنا بنحط له في تشارج عليها كابيتال فور بنجرب حاجه جديده بنغير طبعا احنا زي السمارت تاتش هو لسه ما اتحددش بصراحه هنا اول مره هيكون سعره كام بس اتليست احنا في الاول هنشتغلها في تشارج على الكونفيدنس بعد مع الكونفيدنس طبعا هو ده اسهل طبعا بما اني بدل حضرتك سوفت وير وتكنولوجي جديده لازم ادي لك التولز اللي فاسيليتيت التكنولوجي لازم اطمعك مش بالظبط يعني طيب انا هتكلم دلوقتي على الالجوريزم بتاع الويف فرونت وهو السيلف انوتيشن الجوريزم احنا عندنا كذا بريفرنس برضو بتبقى على حسب الدكتور ان احنا لو انا عايز اعمل انوتيشن هرجع بالانوتيشن لاين بتاعي اما عند الانسر يا اما الفيرست نيجاتيف يا اما عند البيك يا اما عند الموست نيجاتيف دريفيتيف في اخر ايه اللي حصل بقى باختصار شديد ان الويف فرونت عمل الجوريزم بيكمبير الباي بولر باليوني بولر بيجي عند النيجاتيف الفيرست نيجاتيف ديفليكشن في اليوني بولر وابلاي عليها في الباي بولر وياخد النقطه بتاعته بدون تدخل مني وباي ذا واي احنا ممكن بعد كده نعدلها مانيوالي لو الدكتور شاف في نقطه ان هو لا الجهاز واخدها غلط اقدر ارجع and looks within a bipolar activation window for the deflection of each unipolar signal. The activation window specified by the bipolar signals indicates the near field activity. Indicates the exact time the activation wave, a case where the proximal electrode is not, is identified by the distal هو برضه ما سبناهاش للظروف فهنا مثلا في السكار قال لو انا ما عنديش نيجاتيف سلوب في اليوني بولر او في الباي بولر فهو هيعتبره ان ده مش اكتيفيشن تايب هيعتبره ان هو سكار طيب لو دبل بوتنشال زي ما هو موجود عندنا هو هياخد برضه النيجاتيف بتاع اليوني بولر ويحطه على اقرب نيجاتيف ديفليكشن في الديستال كومبوننت للدبل بوتنشال لو فراكشنيتد سيجنال هياخد برضه في اليوني بولر الستيبست نيجاتيف ديفليكشن ويحطها على الديستال سلوب في الباي بولر عشان يقدر يحدد الثلاث حاجات الماب كونسيستنسي دي اللي احنا قلنا ازاي بيتاكد ان الماب بتاعتي هوموجينيس ان النقط الثلاثه صح بيعمل تو بروسيس اول حاجه بيشوف اللوكال اكتيفيشن تايم بيشوف كل نقطه بيكومبير ب 10 على الاقل ب 10 نقط حوالي خلاص طيب لو يعني على حسب طبعا الريديوس بتاع النقطة طب هنفترض ان هنا النقطة دي طلعت لا مش كونسيستنت مع الماب هل ده كده نهايتها؟ لا بيعمل تيست تاني وهو الاكتيفيشن باث واي بيشوف الباث واي ماشي ازاي هل الباث واي بتاع الاكتيفيشن بتاعي ماشي صح ولا لا؟ لو مشيت صح يبقى اذا اول نقطة دي هيلغيها اول ستيب يعني هيعتبر ان النقطة دي لا كونسيستنت معايا فاذا هو لما بياخد نقطة بيقارنها ب 10 نقط حواليها ويتاكد اول حاجه كاكتيفيشن تايم هل هي ماشيه معاه ولا لا طيب لقاها ماشيه بيدخل على نيكست ستيب عشان يتاكد يفيريفاي اول نقطه ان هي ماشيه على حسب البارت طيب لو اول واحده طلعت لا ان هي مش ماشيه اكتيفيشن تايم معاها
برضو بيروح رايح للستيب التانية عشان يتأكد ان هي ماشية معاه. هنا انا بحسب اللوكالات، هنا بقى بحسب له يقول له ياخد كام في المية من النيبرز. هو دلوقتي بيكمبير نقطة بالباقي، تمام؟ عندي نوعين، يا اما ياخدها 65% من النيبرز بوينت، يعني ياخد من الاكتيفيشن تايم بتاع الاكتيفيشن بتاع النيبرز النقطة اللي حواليها، يا اما لو انا عايزها يعني ريستريكتد قوي ياخد 90%. دي برضو على حسب انا الدنسيتي بتاعتي عامله ازاي بالظبط. دي اخر نقطه واهمها، اخر نقطه واهمها، وهي لو انا عايز اعمل اوتر لاين، اوتر لاين للسكار مثلا، حاجه زي هنا، انا بقول له ان انا عايز اعرف، انا واحد مثلا لوكال اكتيفيشن تايم، عايز اعرف النقط اللي هي تبقى اوتر لاين ليه، خلاص. فهو بيحددها، بقول له مثلا انا عايزها 65% او 90% من اللي حواليه من النقط اللي هي. فطلع لي شويه نقط يديني مارك عليها باللون الاصفر، الاوتر لاير دي انا برجع اراجعها اشوفها هل هي صح ولا لا، خلاص، بحيث ان انا لو انا عندي سكار ابتدي اعرف البوردر لاين بتاعي بالظبط. فهو بيحدد لي نقط اللي هي البوردر لاين ما بين السكار وما بين الهيد. في نفس الوقت الاكتيفيشن لوكال اكتيفيشن تايم بيحدد لي الجراديشن اللي احنا الفوكال، مثلا لو انا عندي فوكال بوينت اللي هي الاحمر وعندي الجراديه بتاعها تو ذا يعني الايرلي للي. ده اخر نقطه انا حابب ان انا اتكلم فيها. انا هو احسن في البي تي سكار ريليتد وحتى في الاي اف، لان في ناس دلوقتي بتعمل تكنيك ان هو بيعمل له فولتج ماب بيفور ايزوليشن وبعد الايزوليشن. بس هو في البي تي هو من لي البي تي اللي هيساعدك فيها البنتريز البنتريز، بس برضو في الليفت اتريام برسم الليفت اتريام انه تايم فوكال. يعني احنا وصلنا احنا تعمل الماب وتحط البنتريز بدل الاسفل. نوبادي، في ناس كتير زي دون يوز اسفل. لا، وغير كمان كده دكتور، احنا جربناها في كذا حاله ايبيكارديال في تي وكانت اميزنج وخلصت في وقت غير عادي. حتى ستيفانو ناردي كان لسه في الكويت عملنا بيها 7 حالات ايبيكارديال بالديك. لا، وبالبنت هو جربها بقى بالبنتريز والفيدباك الجاي هي احسن من الديك نفسها. فلا، هي وفرت وقت كتير، وفرت مجهود كتير في الايديال بالظبط كده. خلاص، يبقى ده الكونفيدنس بتاعنا، قدرنا ان احنا نوصل للاربعه مسج. وات از نيكست؟ ان شاء الله في الكارت كلاب اللي جاي هنتكلم عن البسو مديول، وده حاجه مخصصه للبي تي والبي بي سي. هنتكلم عن فيزيتال مديول، وهو مديول تاني بيشتغل مع الكارت بصفه عامه ومع السمارت تاتش بصفه خاصه. وهنتكلم على الكارت ريبلاي، وده سوفت وير انتجريتد معاه.